ريتم يطلع هنا. إذن مشاهدينا ومشاهدين الصفحة الرسمية لقناة شوف تيفي تبارك الله عليكم، كنت واجد وإياكم هنا بمستشفى الجامعي الحسن الثاني في واحد العملية ديال الاستئصال ديال واحد الورم سرطاني نقدر نقولوا الأولى في المغرب، فبفضل الأطقم الطبية هنا وشبه الطبية هنا بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني نجحت هذه العملية، وكذلك المريض كيتواجد معنا اليوم معنا البروفيسور أستاذ قدمنا الاسم والصفات هضرنا على الحيثيات ديال هذه العملية هذه. معك الأستاذ محمد السماحي أخصائي في جراحة الصدر بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. سي أنوار مريض اللي في العمر ديالو 49 سنة اللي عمره ما دخن، تبارك الله في حالة صحية جيدة، و اكتشف عنده واحد الورم في الرئة اليمنى، هذاك الورم اللي اجتاح الوريد للشريان الرئيسي ديال الرئة اليمنى واجتاح حتى المنطقة ديال القسام ديال الرغامة اللي كتسمى الفرنسية لاكاري. دونك كان هذا الورم منتشر وكان ما يمكنلوش يزول. دونك سي أنوار تمت الإحالة ديالو من طرف مسارح أخرى، يعني على مسارح أخرى اللي قالوا ما يمكنش الجراحة الدار، ورجع عندنا دونك هنايا دونك كنشوف واحد الطبيب آخر كيمكن يعني صيفط عندنا هنايا الفاس، نشفنا الحالة ديالو يعني والدوسي ميديكال ديالو، قلنا له دير ممكن العملية الدار، بيان سور فيها واحد النسبة ديال الخطورة، فيها واحد لو ريسك، ولكن كاين الحمد لله الوسائل باش نقدروا نزولها، لأن الورم السرطاني ملي كيكون خصك تزولو كامل. دونك كانت الحمد لله الوسيلة، واقترحنا عليه أننا نديرو استئصال ديال الرئة اليمنى بطريقة ديال استعمال مضخة ديال الدورة الدموية الخارجية. دونك هاد الدورة الدموية الخارجية كعندها جوج ديال يعني الفوائد. الاولى هي اننا امكنتنا اننا نربطوا ذاك الشريان الاساسي والرئيسي ديال الرئه اليمنى بطريقه يعني جيده، يعني واخا كان هذاك الشريان يعني اجتاح السرطان قدرنا الحمد لله نربطوه في ظروف جيده بالنسبه للمريض، يعني في سيكوريتي بوغ المريض. والفائده الثانيه هي انه هاد المضخه خلاتنا نديروا المرحله الثانيه اللي هي يعني المفاغره اللي كتسمى الفرنسيه لاناستوموز ديال ديك الرغامه مع القصبه الهوائيه الرئيسيه اليسرى، لان القصبه الهوائيه اليمنى مشات مع الاستئصال زائد المنطقه ديال الانقسام. دونك درنا مفاغره مباشره ما بين لقينا ما بين يعني الرغامه والقصبه الهوائيه اليسرى. دونك هذه دونك جوج عمليات اللي بغيتي تقول اللي ما كانش اللي جوجهم جداد وانوفاتريس اللي كاين في هذه التقنيه هذه. انوار بقى معنا واحد اسبوع تقريبا، كانت شويه الايام الاولى كانت صعيبه وتبارك الله عليه، يعني كان يعني عنده العزم وهذا باش عاون باش الحمد لله داز ديك المرحله اللي كانت شي شويه صعيبه من بعد كان في الانعاش واحد المده ديال 6 ايام ولا اسبوع. الاسبوع الثاني جا دوزو معنا نيت في هذا القسم هذا في هذه المصلحه هذه، والحمد لله كما كتشوفوا يعني الحاله الصحيه ديالو جيده الحمد لله، الى بيان سيكاتريزي كيوقف الحمد لله كيتمشى على رجلاته في حاله صحيه جيده الحمد لله. دونك حنا هذا هو ان الحمد لله العمليات كدار في المغرب، خاص غير قبل ما الاطباء يصيفطوا هذه المرضى يعني باش يقول لهم راه ما عندكمش وسيله جراحيه، والجراحيه اللي كتبقى هي المهمه في الاورام السرطانيه سورتو ديال الرئه، يقول لهم راه كاين غير الاشعه والمواد الكيماويه ما كتعطيش شي نتيجه مهمه. دونك الرساله ديالنا هو الحمد لله هذه العمليات كلهم يداروا، بيان سور خص يكون عندنا معيار ديال الاختيار ديال هاد المرضى، مي خصهم يعاينوا اولا قبل ماذا ياخذوا يعني الرافي ديالنا حنا ديال لي شيروجيان طراسيك قبل ما يقول لهاد المريض راه ما يمكنلكش دير الجراحه، خصك تمشي دير الاشعه والمواد الكيماويه. دونك دابا انا الحمد لله دارت الجراحه زال الورم كامل الحمد لله، دونك ما كاين لا حتى شي دواء من بعد، يعني تبقى المراقبه غير الحمد لله ديال الفي ديال الجراح الحمد لله، وغير الجراح ان شاء الله يكون يمكن دابا نهضروا على الشفاء ديالو ان شاء الله الى سهل الله سبحانه وتعالى. شكرا لك طبيب. ومعنا كذلك انوار على سلامتك. سي انوار تعاود لنا كيفاش من الاول كنتي بحال اللي فقدتي الامل وجيتي لهنا الحمد لله ولات الامور مزيانه والحمد لله. شكرا لله، تنشكر سيدي ربي الحمد لله النتيجه اللي كانت مزيانه، تنشكر الدكتور والبروفيسور السماحي على المجهودات ديالو والثقه اللي عطاني باش انني نمكن ندير هذه العمليه،
سي انور، عاودنا مناش كنتي كتحس في الاول الاعراض وكيفاش؟ كنت تنحس بضيق ديال التنفس، كنت تنحس بالتعب، ومن تما انني مشيت درت مجموعه ديال لي راديو، مجموعه ديال لي سكانير، لي ريم، تبين بان كان عندي ورم بيت، ودزت مجموعه ديال الاطباء بانني فقدوني الامل، بان العلاج كان صعيب، كان ميمكنش دار الشيميو والاشعه، ميمكنش دار العمليه، ولكن الحمد لله فضل بعض الاطباء اللي رشدوني بانني نجي للمستشفى الجامعي بفاس. جيت لهنا، استقبلني الدكتور السماحي الله يجازيه بخير، حاول يقنعني، حاول يفهمني العمليه ديالي، الخطوره ديالها، النتائج ديالها، فهمني كل شيء، واقتنعت، والحمد لله درنا العمليه، دازت مزيانه، كانت ما بين 7 و 8 سوايع ديال العمليه، لان كانت عمليه ثقيله بالنسبه للاطباء ولا بالنسبه ليا، ولكن الحمد لله خرجت من العمليه، جلست مده اسبوع في الانعاش، تنشكر الاطباء ديال الانعاش، تاهما قاموا معايا بالمجهود، والحمد لله من بعد طلعت خرجت من الانعاش، الحمد لله راني مزيان دابا، اللهم لك الحمد، تنشكر فضل سيدتي انني خرجت، دابا تناكل عادي، ما عنديش ادويه، تنتمشى، تندير الترويض اللي عطاني الطبيب، تندير النصائح ديال الاطباء. سي انوار، نقدر نقولوا عندنا كفاءة طبية خص المواطن يتيق؟ طبعا عندنا كفاءة طبية عالية، خصنا نثقوا فيها، خص الناس تتجه، خص الاطباء اللي في مناطق اخرى يحاولوا يسيفطوا المرضى ديالهم للمستشفى الجامعي، ما يفقدوهمش الامل، ويقولوا لهم بان كاين وسائل في المستشفيات الجامعيه، بان كاين وسائل وكاين اطر طبيه كبيره ومشكوره بزاف، كاين مجهود، كاين تقنيات، كاين طب في المغرب، تنقول للمواطنين وللناس والاطباء والناس المختصين في هذا باش يثقوا في المستشفيات الجامعيه، راه كاينين اطر كبيره. تنشكر الاطباء، تنشكر الدكتور ديما الدكتور السماحي، تنشكر الاطر اللي معاه، الاطباء، تنشكر المساعدين، تنشكر كل ما ساهم في العمليه والنجاح ديالها، الله يكثر خيرهم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. شكرا لك سي انوار، بارك الله فيك، كنتمناو لك الشفاء ان شاء الله، وكنتمناو حنا بدورنا ان المواطنين كذلك يثقوا في الكفاءات المغربيه. كاين عندنا كفاءات الحمد لله في العالم، كنسمعوا الاسماء ديال المغاربه، الحمد لله خصهم يتعطاهم الفرصه وبالشفاء ان شاء الله.